طيب جزء كبير جدا من الاسباب اللي ممكن تخلي زي الخبر اللي هواندا قالت لحضراتكم عليه، فكره ان حد يكون كبير جدا في السن ومع ذلك بيحتفظ بصحه جيده ومحافظ على نفسه ومحافظ على صحته، طبعا في حاجات كتير الى جانب الرياضه كمان من اهمها فكره التغذيه السليمه، فكره الوعي والحفاظ على ان احنا ازاي نخلي بالنا من صحتنا ونغذي جسمنا بكل الفيتامينز اللي الجسم محتاجها. حاجه زي طبق السلطه الخضراء، حاجه زي طبق الفواكه الموسميه الطازجه، اعتقد ما فيش حد رياضي في الدنيا ما بيقدرش قيمه الطبقين دول بشكل يومي وبشكل طبعا كبير جدا ليهم انعكاسات في منتهى الايجابيه على الصحه العامه للجسم. كل ما بنزود وكل ما بننوع في الفواكه والخضروات كل ما بنضمن ان جسمنا بيحصل بالفعل على كفايته من كافه الفيتامينز المختلفه. من ضمن الفيتامينز او الفيتامينات المهمه جدا للصحه بشكل عام وللبشره وللجلد بصفه خاصه فيتامين اي، احنا مجهزين لحضراتكم فيديو جراف عن اهميه هذا الفيتامين، نشوفه ونرجع نكمل.